مرحبا، اليوم حناخد خوارزمية النحل. خوارزمية النحل هي عبارة عن برضو خوارزمية للتحسين، ممكن تستخدمها لتحسين أي معادلة عندك أو أي دالة هدف وصلت لها أو أي مشكلة توصل لها عشان تعمل لها تحسين سواء مينيمم أو ماكسيمم. لكن أنا في هنا بدي أعمل لها مينيمم. مثلا فرضت هذه المسألة، فحنقول إنه عندي الـ f of y بدي أغير أو أوصل للقيم من الـ y1 والـ y2. أفضل قيمة للـ y1 ولل y2 اللي لو حسبتها عن طريق هذه المعادلة تديني أقل قيمة ممكنة. فإيش هي الهدف اللي عندي؟ اني اوصل لاقل قيمة ممكنة لل f of y عن طريق اني احصل على y1 و y2. فهي هذه دالة الهدف. فايش كيف ممكن اعمل لها تحسين عن طريق خوارزمية النحل. طيب، خوارزمية النحل ايش هي؟ هي عبارة عن محاكاة لسلوك النحل في البحث عن مصدر الطعام. يعني النحل لما يبحث عن الطعام له سلوك معين بيتبعه، بيتقسم إلى 3 مجموعات، كل مجموعة بتعمل وظيفة معينة عشان يوصلوا لأفضل مكان موجود في الطعام. فبالنسبة لنا في هذه المعادلة، أفضل مكان موجود فيه طعام يساوي في هذه المعادلة يساوي جملة أقل قيمة ممكنة. أفضل أقل، ليش أقل؟ لأنه إحنا أصلا هدفنا بدنا نوصل مينيمم. فمعنى الكلام إحنا هيك حددنا دالة الهدف وحددنا إيش الخوارزمية اللي هنستخدمها، اللي هي خوارزمية النحل. كيف خوارزمية النحل بتستخدم رياضيا؟ عن طريق الآتي: أول إشي حضبط البارامترز المعلمات، هقول ان عندي الحجم السرب مجموع النحل كله، هنقول مثلا فرضت انه 8، عدد التكرارات كم فور لوب حاضلي اعمل عبال ما تتحسن. فانا قلت مثلا هنا 15، نعمل 15 فور لوب، نشوف الدايمنشن اوف ذا بروبلم اللي هي اشياء الدايمنشن اللي هي المجاهيل اللي عندي. انا عندي 2 y1 و y2، فالأبعاد اللي عندي اللي هي الدي بتساوي 2. وبعدين الليمت هذه هنستخدمها بعدين، هنشوف ايش فايدتها، هجيبها عن طريق تعويض هذه المعادلة. وبعدين النمبر اوف فود سورس، هشوف كم احتمال هفرضه للواي 1 للواي 2 عبال ما اوصل لافضل حل في الاتريشن الواحد. انا فرضتها مثلا عجبتها عن طريق هذه التعويض في هذه المعادلة، فعلى حسب ما انا فارض انه هنا 8 وهذه طلعت ب2، فهتطلع عندي 4 food source عندي. طبعا انا بدي المسألة او القيم اللي بدي اياها تكون حاططها عندي في المسألة، بدي اياها تكون ما بين 0 و1. طيب، هذه مسألة هيك بسيطة عشان الشرح. فأول خطوة في خوارزمية النحل بعد ضبط البارامترز اللي هي فوق هذه، نروح نولد عناصر عشوائية. زي ما قلنا احنا عندنا 4 food source، فصار عندي 1 2 3 4. فرضت 4 قيم لكل للواي وللواي 1 وللواي 2. بعد ما جبت الواي 1 والواي 2 هحسب لها الاف اوف واي، والهدف عندي مينيمم. فكيف هجيب الاف اوف واي؟ هعوض قيمة الواي 1 وقيمة الواي 2 في كل فود سورس في المعادلة الأصلية تبعتنا هذه. بعد ما جبت القيم لكل الاف اوف واي أو كل الفود سورس اللي عندنا، هجيب الترايل. عند الترايل مبدئيا بداية بيكون كله بأصفار، يعني لسه احنا ما بدأنا في الحل، فكله حيكون أصفار. هذه هنشوف ايش فايدتها بعدين. تمام، فهذا هو الحل بداية هيك بيكون، وحنشوف ايش بتستخدم الترايل بعدين.
هنيجي الآن عند المراحل تبعت النحل. النحل بيقسم نفسه إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى ممكن نسميها مرحلة النحلات العاملات. هذه النحلات بتروح تبحث عن مصادر للطعام وفي كل الفود سورس، تمام؟ فأنا اخترت، يعني مش اخترت، هنبدأ في كل الفود سورس. هي بتكون يعني عندي 4 حتكون في كل مصدر عندي، حتروح النحلات تبحث عن هذا المصدر. فعندي المصدر الأول اللي هو هذا 0.54 و0.23، هنا جبناه 0.54 و0.23. أول خطوة تعملها في مرحلة النحلات العاملات تختار رقم عشوائي أو مش عشوائي، تختار رقم للتغيير منهم بطريقة عشوائية، يا إما هذا أو هذا، فأنت بتختار. أنا مثلا اخترت 0.54 اللي هو اللي موجود في نعتبر إنه هذا الواي 1، وبسميه واي. تاني خطوة بتعملها إنه تختار له شريك في نفس المحور اللي في الواي 1 من مصدر تاني من ضمن المصادر. فأنا عندي 4 مصادر، اخترت الواي 1 هذا اللي هو بدي أغيره، وحختار له شريك يا إما هذا يا إما هذا يا إما هذا. فأنا رحت اخترت من مين؟ رحت اخترت 0.84، الشريك كان موجود في 3. ليش أنا هسميه واي بي؟ فليش أنا اخترت واي وليش اخترت الواي بي؟ عشان استخدم المعادلة اللي هجيب فيها قيمة جديدة أو مصدر أو مكان جديد للواي. يعني هستبدل قيمة الواي 1 بقيمة جديدة حجيبها عن طريق تطبيق هذه المعادلة. هذه المعادلة اللي هي عبارة عن y زائد فاي مضروبة في y ماينس y بي. احنا جبنا الواي، جبنا الواي بي، بظل الفاي. الفاي هي قيمة دائما بتتراوح ما بين ماينس 1 وال 1. انا فرضتها هنا بمثلا 0.61، حعوضت في المعادلة، طلعت عندي قيمة الـ y1 الجديدة 0.357. الآن هختبرها، هنشوف، هنعمل لها تقييم عن طريق إني أعوضها في المعادلة تبعتنا الأصلية اللي هي الـ f of y 2.4 أضربها في الـ y1 7.13 أضربها في الـ y2، وأنا جبت الـ y1 الجديدة، هروح معوضها هنا ضاربها، والواي 2 زي ما هي ضاربها، جامعهم كلهم على بعض طلع عندي 2.50. لو تلاحظ فأول كان عندي الاف اوف واي بتساوي 2.9516، يعني 2.9، لكن الآن جبتها 2.5، يعني أقل، وأنا هدفي هو مينيمم. ففي عملية التقييم هذه تعتبر إنها تحسنت. فلما تتحسن بروح أستبدل قيمتها، بخليها 2.5، والواي 1 تتغير نفس اللي أنا حسبتها. لو ما تحسنت بتضلها زي ما هي نفس القديمة. بعدين هنا عند الترايل إيش فايدتها؟ إذا كان في تحسن في الـ f of y بخليها بزيرو. لو ما حصل في تحسن، يعني لو كانت هذه قيمتها مثلا ب3 وهذيك ب2.9، يعني ما تحسنت، فايش هروح اعمل؟ هروح هنا عامل مخلي نفس القيم القديمة ومزود الترايل زائد 1، لانه جدول الترايل هذا هستخدمه بعدين. لكن هنا حصل في تحسين، ما هعمل اي تغيير على الترايل. لو ما في تحسين حزود عليه 1. نفس الكلام حروح عامله في المصدر الثاني، ونفس الكلام في المصدر الثالث، ونفس الكلام في المصدر الرابع. نشوف كيف. مثلا هاي هذا هو المصدر الثاني، رحت أخذته زي ما هو 0. هذا أو 0.
الواي 1 والواي 2 اخذتهم كاملين، وانا قلت انه بدي اخلي قيمة الواي برضو اخترت عشوائي، يا انت تختار يا هذا يا هذا، فانا اخترت هذا يكون عندي الواي، وحختار له شريك يا اما هذا يا اما هذا يا اما هذا، فانا اخترت له اللي هو اخر واحد الرابع اللي هو 0.263. هروح نفس الكلام معوض في المعادلة، والفاي عندي برضو رينج عشوائي ما بين ماينس 1 و1، ومعوض في قيمة الواي نيو عشان أجيب الواي 2، لأنه هذه تعتبر واي 2، عشان أجيب الواي 2 الجديدة. بعد ما جبتها طلعت عندي 0.12، هروح معوضها في المعادلة تبعتي اللي هي الاف اوف واي، فطلعت عندي 1.7. 1.7، والقيمة القديمة عندي كانت 2.10، فمعنى الكلام 1.7 أقل، يعني حصل تحسين لأنه أنا عندي مينيمم. فبستبدلها وبستبدل برضو قيمة الواي 2، وبرضو لأنه ما حصل أي تغيير حضلها بزيرو. نفس الكلام في المصدر الثالث، بس في المصدر الثالث لما أنا برضو أخذت الواي والواي بي وعوضت القيمة، طلع عند الناتج في النهائي هنا طلع 7.32، لكن هنا عندي 6.60، يعني طلع عندي أكبر، فصار عندي إنه 7.32 لا أو ليست أكبر. أنا ليش أعمل ليست أكبر؟ أكبر من 6.60، إحنا هدفنا إنه نخليها أصغر، فمعنى الكلام انه ما حيحصل اي استبدال، حضلها نفس القيم القديمة. لو تشوف هنا ما خليتها 7.32، خليتها نفس الاول، وزودت الترايل زودتها بواحد فصارت هنا بواحد. نفس الكلام حروح اعمله في المصدر الرابع، ايضا المصدر الرابع لما حسبتها طلعت ليست اصغر، او نخليها نقول اكبر، طلعت أكبر من وينها كم كانت؟ طلعت أكبر من 3.12. إحنا بدنا إياها تكون أصغر من 3.12، فهنا طلعت عند 3.30. فمعنى الكلام ما حستبدل قيمة ال y2، حتضل زي ما هي هذه، وهذه حتضل زي ما هي، ولأنه ما حصل أي تغيير حروح مزود الصفر، لأنه كان عندي فوق صفر، لو تلاحظ هذه كانت بصفر هروح مزودها زائد واحد. كل هذا اللي عملناه، احنا هيك خلصنا المصدر الأول والثاني والثالث والرابع، كل هذه اللي عملناه موجودة بس في المرحلة الأولى من خوارزمية النحل. بروح لكل مصدر من المصادر بروح أعمل له تحسين، إذا تحسن خلاص بروح أستبدل القيم، ما تحسن ما بستبدل القيم وبخلي الترايال بواحد. في المرحلة الثانية بروح أعمل نفس الإشي ولكن بشرط، يعني هنا بالمرحلة الأولى كل المصادر بعمل لها تحسين، لكن المرحلة الثانية مش كل المصادر. المرحلة الثانية من خوارزمية النحل اسمها النحلات المراقبات أو المشاهدات، حسب أنت إيش ترجمتها. أول خطوة في مرحلة النحلات المراقبات بروح حاسب الاحتمالية لكل f of y. أنا في النهاية آخر جدول عندي طلع عندي f of y لكل مصدر، فلكل مصدر حروح حاسب له الاحتمال تبعه. كيف حاسب الاحتمال؟ حقول ال f of y على مجموع كل ال f of y. أول شيء بدنا نجيب مجموع كل ال f of y، حروح جامعهم كلهم فطلع عندي ب13. بدي اجيب الاحتمال، هروح قاسم ال f of y تقسيم 13.97 في ال f of 1 او في ال f 1، ونفس الكلام في ال f 2، ونفس الكلام في ال f 3، ونفس الكلام في ال f 4. يعني هجيب ال probability للمصدر الاول عن طريق ال f of y على مجموع ال f of y، حسبت ال probability، وبعدين انت بتختار رقم عشوائي ما بين الصفر والواحد، سميه مثلا R.
أنا اخترت مثلا 0 21. إذا كان الرقم العشوائي اللي أنت اخترته أصغر من البروبابيليتي اللي أنت حسبته، هتروح عامل تحسين للخوارزمية عن طريق نفس المعادلة، هتروح عامل نفس الكلام اللي احنا عملناه في المرحلة الأولى. فهنا عندي 0 21، هل هي أصغر من أو هل هي أصغر من البروبابيليتي في الـ F1؟ هنا عندي 0 1 7، لا. هل هي أصغر من 0.12؟ لا. هل هي أصغر من 0.47؟ نعم. هل هي أصغر من 22؟ نعم. معنى الكلام إنه اللي هعمل لهم تحسين بس الثالث والرابع، يعني هاخد الثالث هنا عن طريق استخدام برضو نفس المعادلة، فهاخد هاي الـ F of 3، هاخدها كلها زي ما هي. احنا كم كانت عنا لو تشوف؟ 0.84 و0.64، وهستبدلها بقيمة من هدول. فأنا هنا أخذت القيم، نفس الكلام نفس الخطوات، هاخد الواي، هاخد الواي بي، هحسب لها القيمة الجديدة، هعوض، هيطلع لي قيمة الواي الجديدة. هنشوف نعمل لها تيست عن طريق التعويض في ال f of y الفانكشن اللي عندنا، فطلعت عندي 8.24، طلعت يعني أكبر من ال أكبر من آسف هي أنا عاملها غلط، أكبر من الستة، لأن القيمة القديمة عندي كم كانت؟ كانت ب6.60، الجديدة كم طلعت لي؟ طلعت لي ب8 أكبر. فمعنى الكلام ما حصل أي تحسين، فأروح إيش عامل؟ مزود هنا واحد، وما هعمل أي تغيير على اللي أنا حسبتها. طيب نشوف في الإف أو المصدر الرابع، هروح أعمل له نفس الكلام، اخترت له واي واخترت له الواي بي، عوضت في الواي نيو، جبت الواي نيو اللي هي الواي 1 حسبناها، عوضناها في الاف اوف واي، طلعت كام؟ طلعت ب 3.25، لكن القيمة الأصلية اللي كانت عندي 3.12، يعني أكبر، يعني ما حصل أي تحسين. فاعمل زائد واحد، كانت بواحد صارت 2. وبعدين هروح في المرحلة الثالثة اللي هي آخر مرحلة، اللي هي اسمها مرحلة النحل الكشافة. احنا لو تشوف احنا في الأول فوق حسبنا الليمت بتساوي 8، طلعت ب8. كيف حسبنا الليمت 8؟ عن طريق n على 2 ضرب d، فطلع عندي الليمت ب8. فاحنا هنشوف إذا كان الليمت أو إذا كان التريال اللي احنا وصلنا له اللي هو 2 أكبر من 8، يعني لو كان 2 أكبر من 8 لا، لكن لو مثلا كان، فلنفرض انه وصلنا في الترايل وصلنا ل 9، هل 9 أكبر من الليمت؟ فهروح ايش عامل؟ هروح ماسح الحل هذا كله كامل، وفارض للواي 1 قيمة جديدة عشوائية ما بين الصفر والواحد، لأنه الرينج تبعي ما بين الصفر والواحد زي ما أنا فارضها في المعادلة. وحفرض برضو قيمة جديدة للواي 2 ما بين الصفر والواحد، وحروح حاسب الـ f of y وعامل نفس الخطوات من جديد. هذا متى؟ الشرط عندي لما يكون التريال أكبر من الليمت. طيب إيش الفائدة من هذه الخطوة؟ هي وكأنه إنه كانت النحلات بتدور في مكان معين، هذا المكان المعين ما وجدوا فيه مصدر للطعام جيد، فراحت النحلة الكشافة راحت بحثت عن مكان أبعد من هذا، مكان عشوائي أبعد من هذا المكان اللي احنا فيه. احنا المكان اللي احنا فيه 0.48 أو 84 و0.64، فاحنا هنفرض قيم عشوائية وكأنها بحثت عن مكان عشوائي جديد وتعمل له تقييم هل في مصدر للطعام ولا لا. متى بنعمل الكشافة؟ بالشرط انه يتحقق هذا الشرط. طيب هذه بالنسبة لجميع الثلاث مراحل، جميع الثلاث مراحل هذول كلهم كانوا في ايش؟ في اتريشن واحد. احنا ما ننسى انه عندنا في الاتريشن اللي فرضناه كان عدد التكرارات 15، فحروح بعدين مكرر كل هذه الخطوات. احنا حصلنا على
آخر قيم اللي هي f of 3 أو f 3 و f 4، حصلنا على القيم ال y1 وال y2 وحصلنا على ال f of y، حصلنا على الترييال. هنا ما حصل في تحسين في الأخير، فهروح ايش أعمل؟ نزود عليها ب2، تمام؟ وحصلنا برضو على ال f1 و2 من فوق، فهاخد الجدول كامل اللي هو آخر قيم حصلنا عليها، وحنرجع إلى المرحلة الأولى العاملات، لمرحلة نحل العاملات، وهعمل نفس الخطوات من أول وجديد. هتصير المرحلة الثانية أو الإتريشن الثاني، بعدين الإتريشن الثالث، الإتريشن الرابع، إلى 15. إحنا واصلين هنا 15. بعدين أفضل حل بيكون هو الناتج عندي، يعني بعد هذه العمليات التكرار حنوصل لأقل قيمة ممكنة، لأنه إحنا هنا هدفنا نوصل للمينيمم. هذه هي فكرة خوارزمية النحل باختصار، حليناها في مسألة هيك بسيطة، وسلام.